حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. ما كانش لازم تتعب نفسك. أعمال يا نسون ما بتتعبنيش. أنا اللي بتعبني المواعيد اللي أنت بتخلعي منها. أنا خلصت امبارح بليل متأخر قوي على إني أكلم حضرتك. وديني جيت. إحنا ممكن نروح نعمل العينة دلوقتي لو عايز. لا دلوقتي ما ينفعش. لكن بكرة ممكن يا أمينة. البيت لسه زي ما انت فاكراه؟ انا مش فاكراه قوي، انا بس فاكره البلكونه دي، بس اول مره اشوفها بعد ما اتقفلت. انا وتيتا كنا بنحب نقعد هنا قوي، نبص على اللي رايحين واللي جايين. هو حضرتك رحت المدفن قريب؟ لا الحقيقه بقالي فتره كبيره ما رحتش. اشمعنى يعني؟ لا ما فيش، انا بس كنت عايزه افتحه قبل الثانويه فعشان كده بسال. الله يرحمه. يا قولي لي، حسيتي بتعب اليومين اللي فاتوا دول؟ لا ما فيش، وانا بس كنت مرهقه امبارح بالليل عشان كان يوم شغل طويل وبعرق كتير، بس غير كده ما فيش. عموما انا مروحه دلوقتي وهريح لغايه بالليل. أنا بس عندي سؤال، العلاج ده لما ابتديه يعني هو المفروض ياخد قد إيه وقت؟ لا ده هيبان بقى بعد ما تطلع نتيجة العينة. بس بصي، أنا من رأيي إنك أنت تبلغيهم في الشغل إنك أنت هتاخدي كام شهر كده حكاسة. قولي لي، أنت اتكلمتي معاهم في البيت؟ لا، أما نشوف بس نتيجة العينة الأول وبعد كده أشوف هقول لهم إزاي. أمينة، زي ما أنا قلت لك قبل كده، أنا على استعداد إن إحنا نكلمهم سوا.
بس انا مش عايز اضغط عليكي. لو احتجت ده هقول لحضرتك. الحكايه دي فيها حاجه مش مفهومه. البنت دي نصابه. نصابه دي لما تجيلي بعد ما بابا يموت وتقول عايزه نصيبي في الميراث. بقول لك شفتها في القرافه ويوم قبل الثانويه. مش يمكن تقصد حد تاني غير اونكل نبيل؟ مش يمكن؟ مفيش غير ابويا وجدي اللي مدفونين هناك. يعني اكيد المزه اللي شفتها هناك دي مش عمتي يعني. هو انت هتدوخيني ليه يا بنتي؟ مش خدتي رقمها من الغفير؟ يلا اتصلي بيها. اكلمها اقول لها ايه؟ قولي لها اي حاجه، المهم نعرف الحدوته. انا اصلا مخي مدوش بمليون حاجه. مش قادره بقى ادخل المصيبه الجديده دي كمان عليا. انت بتهرجي صح؟ واحده واقفه قدام قبر ابوكي وبتقول له يا بابا وانت مش فارق لك؟ انا اصلا مش عارفه ازاي انت ما جبتيهاش من شعرها كده وقلت لها بابا مين يا حلوه. اتشليت ومعرفتش افكر. مش فكر ان انا مش فارق لي، اكيد فارق لي اعرف دي مين. لما اخلص بس اللي ورايا وبعد كده نبقى نشوف. انت هتخلصي اللي وراك يا ماينو. يا بنتي انت هتخلصي من حاجه يطلع لك مليون حاجه. بقول لك ايه، هاتي رقمها وانا هتصرف. تصرفي ازاي يا صاد؟ مالكيش دعوه بقى، مش انت مش فاضيه، انا بقى مقطوعه. هاتي انا هجيب لك قرار اللي بتقولي عليه عمتك المزه دي. انت مجنونه على فكره، مجنونه. يلا واتس بقى. ساره انت بتكلمي بجد؟ اصل ايه المصيبه اللي انا ممكن اعملها برقم زي ده يعني؟ هاتي بقى. هبعتها لك. اتصرفي انت فعلا. واتس. اتفضلي يا ستي. ها سند. تمام. شاهد، البنت دي مش ممكن تكون اختك. بقى اونكل نبيل اللي كان بيلبس روب دي شامبر سميه شاهد. وبعدين انت ايه اللي وداكي القرفه قبل ميعاد الثانويه؟ لا عادي، اصل بكره عندي شغل كتير فقلت مش هلحق اكيد اروح معاهم فروحت النهارده. ايه شي تفتكري يا ماينو؟ انا عايزه احكي لك على حسن. حسن طلع لك اخ اسمه حسن ولا ايه؟ لا انا زيك. الشيف حسن. الشيف حسن؟ مين ده؟ اسكتي، مش البت علي اختك طلعت تعرف ناس نظيفه؟ اه والله مش كلهم يعني ضاربين شعرهم في الخلاط ولابسين شبشب بصباعه ريحتهم وحشه والله. وعليا تعرف الشيف حسن ده منين ان شاء الله؟ مش هي كانت عايزه تشتغل فود ستايلست؟ راحت له وكرفها. بعد كده بقى عزمها على الفود تيستينج وانا رحت معاها. تيستينج؟ وانا مش كنت حكيها لك الموضوع ده؟ لا يا اختي ما كنتيش حكيها لي الموضوع ده. اصل انتوا الاثنين كده بتغطسوا ساعات وببقى عارفه ان الغطسه دي وراها مصيبه. والمصيبه بقى المره دي اسمها حسن. حلو وتقيل. لا تقيل تقيل يعني من هنا للسنه الجايه. والتقيل تقيل من هنا للسنه الجايه دي هيبص لك انت ولا المطيوره الثانيه بأنهي اماره ان شاء الله؟ لا طبعا، يبص العاليه دي ايه؟ دي فسله. بص لحاجه ثانيه. بص لها. طب خد رقمك؟ لا. خدتي رقمه؟ لا. اتفقتوا ان انتوا هتتقابلوا؟ لا. ودي اسمها حكايه حسن؟ دي اسمها وكسه ساره يا موكوسه. صح، بحبك. وانا كمان. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير يا سعادة الباشا. انت مش قابل السكة في وش امبارح؟ ايوه، بس كان في كام شتيمة كده نسيت اقولهم لك. عادي يعني. اه في شتيمة لسه ما قلتهاش؟ انت يلا اشرب قهوتك قبل ما تبرد. نغسل ايدك قبل الاكل وبعد. اه طبعا. انت في المزبلة اللي انت فيها دي لازم تتعقم كل يوم. طب انت كل يوم بتتريق على المزبلة اللي انا عايش فيها وبعد كده بلاقيك نطيت لي هنا ليه؟ ما انا لو مطمن ان انت هتيجي من غير ما نط لك ما كنتش رقعت المشوار السخيف ده. هاجي فين؟ انا قايل لك على الاجتماع ده من اسبوع على فكره. انا ما عنديش حاجه اقولها وموافق على كل القرارات اللي هتاخدها. لا لا ما ينفعش. احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وقلت لي اوكي. انت ايه كنت بتهندلني يعني ولا ايه؟ لا قلت لك هشوف. لا انت قلت لي انا جاي الاجتماع. انا هغير البيت ومش هديك العنوان لغيري. يا شيخ اجري، هو انت في حد بيعبرك غيري اصلا؟ لا يا بابا في كتير. فالح اخويا فالح. انت بتحبيني. تعيطي على ايه يا ماما؟ ما بعيطش بعيطش. فاطمة؟ فاطمة يا ماما ما بتزهقيش؟ لا ما بزهقش ما بزهقش. زي ما انت ما بتزهقيش من شغلك واختك ما بتزهقش من الصرمحة. ايوه بس انت متفرجة عليه 50 مرة وحافظاه مشهد مشهد. مليون مرة ومش هزهق برضو. انتش فاهمك في الحاجات دي. انت قلبك قاسي جامد. انا قلبي جامد؟ بأمرت لما عليا فتحت دماغها وانتي ما نزلتيش دمعة واحدة بس الأخت فاطمة تسح في التلفزيون نعيط على عياطها. تعالي. كنت عايزة نعمل ايه يعني؟ أختك كانت فاتحة دماغها وأبوكي ما كانش موجود، يعني كنت عايزة نعمل ايه؟ أقعد جنبها وعيط؟ وكان لازم حد ياخدها المستشفى. كنت تسيبيها مفتوحة، فرقتش كتير. طب هي عالية فين أمال؟ مش شايفاها. بتتسرمح. طيب كملي عياط أنت يا حبيبتي. ها اوعي تقولي إنك نزلتي. إيه يا بنتي أنت فين؟ أنا قاعدة بكلمك، أنت فين ما بترديش ليه؟ كنت في كلاس بس على الموبايل. انا اصلا كنت ابعت لك مسج اقول لك ان انا نازله مع نيفين في مشوار مهم جدا، فتعالي نخلي مشوارنا بالليل. اه لا تمام جدا جدا. انا رايي بقى ان احنا نخلي فعلا ميعادنا بكره، لان المدرسه بتاعه زياد طالبين مني حاجات فلازم اروح اجيبها له من المكتبه بقى، كشاكيل وادوات بصي هرتك كده هبقى احكي لك عليه بعدين، فخلي ميعادنا بكره. تمام. طيب كويس خلاص، اللي يخلص الاول يكلم التاني. ماشي اوكي باي باي. من بعيدة كده مثلا. لا اعمله كده، اعمله كده. لمه لمه خالص. اسمها ايه؟ شات شات. مش شهد. مساء الخير. لا حضرتك ما تعرفينيش خالص، انا اسمي رحاب الحسيني من شركه كونتشور السويسريه. ما سمعتيش عنا قبل كده؟ اه احنا بقى بنحتفل بمرور 5 سنين على تواجدنا في مصر، عاملين ميك اب تكنيك هايل واوفرز كتيره جدا، كنت عايزه اعرف حضرتك بينا. لا انا ممكن اجيلك اي حته. اجيلك اسكندريه. اوكي تحبي امتى؟ صباح الخير. صباح الخير. اتفضل. اهلا يا سليم بيه. عاش مشافك.
ايه وحشتك الاسبوعين اللي فاتوا؟ لا بس الصراحه انا ما كنتش متخيل ان حضرتك هتيجي. او لو المكسب الوحيد من مجيئتي دي ان انت تتكبس فانا هبقى مبسوط بده. نبتدي؟ ايوه انا بكلمك من بدري على فكره. اه معلش موبايلي كان سايلنت. انت في المكتب؟ مسحوله في الشغل. طب بقول لك ايه، انا كنت بشوف الحسابات بتاعت الفرح كده. طب عمر معلش ممكن نتكلم في الموضوع ده لما نتقابل؟ ما انا كنت عايز اكلمك عن حاجات على اتفاقات القاعه وعايز اتفق معاكي قبل ما نروح لهم. انت مشغوله قوي يعني؟ مشغوله واصلا حواليا دوشه ومش هعرف اركز دلوقتي. نتكلم بالليل. ماشي. عارفه لو كنت زوغتي المره دي كمان انا كنت هاجي البيت واجيبك بالعافيه وما كانش هيهمني اذا كانوا عرفوا او ما عرفوش. اتفضلي. ما سمعناش صوتك يعني في اجتماع النهارده لو انت بتقول يلا نبدا. يا راجل ده احنا ما كناش بنعرف نسكتك حتى. مش انت دايما بتقول ان البيزنس مان الشاطر يسمع اكتر ما بيتكلم؟ وانت بقى الولد المطيع تسمع كلام انت قوي. انا اتعلمت منك ان الكلام كتير ملوش لازمه لو مش هغير حاجه. كل ده عشان الاسهم اللي انا بعتها؟ لا الموضوع ده من 4 شهور انا نسيته خالص. متاكد انك نسيته؟ طبعا نسيته. اصل دي مش تصرفات واحد ناسي ابدا. صدقني يا بابا الموضوع ده مش في دماغي. ده كان اختلاف في موضوع يخص الشغل وفي الاخر انت رئيس المركب. وانا قلت لك قبل كده ان دي المركب الوحيده اللي لو ليها رئيسين مش هتغرق ابدا، بالعكس هتطلع لقدام. بقول لك ايه يا بابا؟ انا عندي فرح في بيروت، رايح يومين، ما تيجي معايا. لا ماشي انا عندي شغل. صدقني هتندم يا بابا. ماشي اشتري مني هظبطك. بلاش شغل الشياطين ده. عندي 100 حاجه. براحتك. هتيجي العشاء بتاع بالليل؟ لا عندي ميتنج انا وحشان بس لو خلصت بدري هعدي عليك. ايوه انا مسافر لبنان انا وسليم. كلموه بقى اعرفهم المواعيد واحجزوا لنا. انا كنت متخيله انكم خلاص فتحتوا. لا 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 بعد بكره ان شاء الله. كان بقى معايا تليفونك كنت كلمتك بدل ما اطب عليك فجأة كده. لا بالعكس ده كويس ان هو مش معاكي يعني عشان تعمل لنا مفاجأة جميلة زي دي. وبعدين القهوة بتاعتنا مش عجبتك، هي فرصة تشربي قهوة معانا. اه جدا موت. طيب لو تفتكر كمان ان انا قلت لك انه ينفع ان انا اقرا لك الفنجان. اه فاكر طبعا كويس قوي، دي حاجة تتنسي. بس انا اعرف ان احنا بنقرا فنجان قهوة تركي ولا انتوا بتقروا الاسبريسو عادي؟ كنتش بالي. انت حلال، كنت لسه بسال عليك. والله وقيت لك ايه بقى لما سالتها عليا؟ تصدقي المكتبه طلعت هنا في الشارع اللي ورانا؟ لا صدفه عجيبه بصراحه. طيب تشربي ايه ولا ناكل بقى كلنا؟ يا ريت، بس ساره مش هينفع تاكل معانا. ليه خير في ايه؟ ليه خير في ايه؟ اصل زياد ابنها
يعني يا دوب بقى تلحق تروح عشان تعشيه وتحميه والحاجات دي. دي بقى المسؤوليه يا لولو. بكره يا حبيبتي تكبري وتبقي ماما وتبقي فاهمه كل اللي انا بقوله ده. اصل عليا اصغر واحده عندنا في العماره، الفاسله بتاعتنا، يعني محدش اصغر منها بقى غير زياد ابني. ايه روحي ما تكبريش نفسك انت بس. بقول لك ايه، السوفت اوبننج كان هايل. عجبكم بجد؟ تحفه، يجنن. الحمد لله فعلا كل حاجه فيه كانت مظبوطه، الديكوريشن والسيرفيس والاكل. اهم حاجه الاكل يكون عجبكم. حلو جميل. طب هام هتاكلنا ايه؟ اوكي بص يا ستي انا ممكن جمانة. اهلا اهلا اهلا. هاي. لا اعرفكم بقى، ساره عليا جمانة. هاي ازيكم؟ هاي جمانة. حلو قوي المكان يا حسن، تحفه. طيب ها ايه رايك؟ حلو قوي. لا هيرديكي ولا هيعشيكي، هياكلك في المطبخ زي القطط. احنا كبسنا؟ طب يلا نمشي حبيبتي. يلا يا ماما كرمتنا. ازيك يا لولو؟ ازيك يا رملة؟ ايه يا حبيبتي؟ أمينة أنت خوفك ده بيحسسني كأنك خايفة مني، كأني إن أنا دكتور مبتدئ. لا لا أنا بس ما بحبش الحقن، بخاف منها. أنا عارفة إنه مش هيوجع عشان البنج ده. بصي أنا أوعدك وأنا بديك الحقنة مش هتتوجعي، بس بعد كده ممكن تحسي بشوية ألم لمدة ساعة ساعتين، لو راحت خلاص. لو حسيتي إنك أنت تعبانة يبقى هكلم حضرتك. أنا معايا كل النمر، المستشفى والبيت والعيادة. يعني يا ماما لما تحطي جردل تحت الحوض يبقى خلاص مشكلة المية اللي بتسرب كده اتحلت؟ بابا هيجيب سباك يا حبيبتي. بقاله شهرين بيقول انه هيجيبه. كنت فاكراها اتصلحت يا سارة. يا سلام من نفسها كده؟ هي بطلت تنقط اصلا. يا حبيبتي علشان انتي قفلتي المحبس مش عشان هي اتصلحت. لو يا سارة ما خلاص بقى بسرعة تتصلح، هي الدنيا طارت. ما تقولي لعم عز يجيب سباك. لا السباك بتاع عز حمار وحرامي، جد هو اللي هيجيب السباك. كون غرقنا بقى. طب ما تحلها انت يا عبقرينه، ولا انت فرح بس تطلع عبقريتك في المصايب يا بتاع الهاكينج. سيبي الواد في حاله يا ساره. الله يا كهنه يا كهنه، بطلي افتراء على الواد. يلا شوف عامل ازاي. في اغلب من الواد ده في البيت ده. يعني لو كان غلط يبقى غلطه ماشي وخلاص، مش هتعملها تاني خلاص. ولو كنتوا انتوا اللي بتاخدوا الدش الساقع كل مره هو بيعمل فيها مصيبه ما كنتش تدلعوا كده. ادلعوا اهو، ادلعوا واحنا عندنا غيره. ما انا يعني دلعتك قبل كده، ايه المشكله؟ يا بابا هو كبر على الحاجات دي بقى يا بابا. لا ما كبرش، حلو قوي اهو. يا ايمه احسن. دلع بقى مري. أنا في الطريق مروحة، عملتي إيه في موضوع شهد؟ مش طلعت مش ساكنة هنا؟ هنسافر اسكندرية بعد بكرة. بصي هبقى أحكي لك كل حاجة لما أشوفك. يلا سلام.
انت هتغرب وانت بتخلي معايا؟ ماما احنا هنتخلق بجد لو اتكلمنا في موضوع تاني. يا ابني فهمني. ما انا فاهمك. طلبت منك فلوس وانت مش عايزه تطلعي فلوس من البنك، وقلت لك هرجعهم لك من الشغل وانت مش عايزه برضه. خلاص انا هتصرف. طب وتطلق نفسك ليه؟ انت لسه عندك مسؤوليات قد كده. ما تعملوا فرح في مكان تاني. لا دي مالكيش فيها بقى. اعمل فرح في مكان تاني، اعمله في القمر، انا حر. المهم انا مش هاخد منك فلوس غير اللي اتفقت معاك عليها. تمام؟ المهم انك تمشي على قد ظروفك. وبعدين امينه دي مش غريبه، دي هتبقى مراتك. يعني مفيش مشكله خالص لما تقول لها اللي هي طالباه منك ده مش هتقدر تعمله. شكلها نصيحة يا ماما. مع السلامة. الله يسلمك. مش قلنا مليون مرة تخبصي يا ماما قبل ما تدخلي؟ حق عليا. افتكرتك نايمة ما كنتش عايزة أصحيكي. يعني حبك تدخلين مكة وأنا نايمة؟ خلاص يا حبيبتي. أنت بتعملي حاجتك بقى بعد كده لوحدك. أنت مش كنت هتنامي؟ قاعدة عندك بتعملي إيه؟ ما كنتش عارفة أنام فقلت أشتغل. أستر يا رب. ماما سؤال. هو انت شغلة التريقي سفر التريقي هتضلي حد امتى كده تقطمي فيا؟ لحد ما اشوف اماره. اشوف اماره انك انت كبرتي وعقلتي وعايزه تعملي حاجه في حياتك. حتى قمصتك دي عيل كانك مش عايزه تكبري ابدا. ماما انا كبيره، انت اللي مش عايزه تشوفيني كبيره عشان بس عايزه اعمل كل حاجه اللي على مزاجك. وطي صوتك وانت بتتكلمي. انا مش عايزه اتكلم معاكي اصلا. احسن احسن. المكان يشيل زيادة على العدد بتاعكم 50 شخص عشان تبقوا في السيف سايد. لو العدد زاد وفي نفس الوقت هيبقى زحمة قوي. البوفيه هيبقى فين بقى؟ في القاعة الملحقة ورا. بس انتوا استقريتوا عليه ولا لسه؟ لا لسه، بس كنا عايزين نتكلم شوية في الأسعار. شوف الباكج اللي يناسبكم مش هنختلف. أمينة صاحبة مكان. بقول لك إيه؟ هو احنا لو عايزين نحجز ميعاد بدري شوية في إمكانية؟ أقرب لإمتى؟ أقرب وقت فاضي. خليني اعمل تشيك واقول لك. ايه مالك متضايق ليه؟ انا مش متضايق، أنا مش فاهم. مش أنت اللي كنت بتقول إن كل حاجة جاهزة وليه نستنى أنا قلت لك كده، وأنت رديت عليا ساعتها وقلت لي لازم نستنى كام شهر لغاية ما آخد الترقية عشان أعرف آخد أجازة. وحصل. إيه اللي جد بقى؟ إيه المشكلة طيب؟ ما هي الست عندها ميعاد كمان أسبوعين، وأصلا الميعاد الأولاني ده كان هيبقى شتاء وأنا عايزة أعمل الفرح أوبن إير. ده على أساس بقى إنك في أسبوعين هتعرفي تعزمي المعازيم من الأول وجديد وتجهزي الشقة.
الفرح اصلا محتاج بدله وفستان ومأذون وثلاثه موجودين. الشقه بقى اساسياتها جاهزه، الحاجات التانية دي هنزنق نفسنا ونلحقها. ايوه يا ستي انا ممكن ازنق نفسي معاكي في اي حاجه واتجوزك بكره الصبح، بس ابقى فاهم. زي ما قلت لك انا هيبقى عندي شغل كتير بعد كده والدنيا هتبقى شتاء ومش عايزه اضطر اجل تاني. ايه يا عمر في ايه؟ انا اللي عايز اعرف في ايه. انت عارفه ميعاد الفرح من بدري وواخده اجازه على اساس ميعاد الفرح ده. في ظروف جد. ايوه ايه بقى الظروف اللي جدت موتراكي ومخلاكي عامله كده اليومين دول؟ وتليفونات بتجيلك ما بترديش عليها قدامي، ومواعيد تضربيها زي ميعاد الراجل بتاع الستاير كده. على فكره انا قلت لك انه طلع لي ميتنج، ايه هتستجوبني؟ لا مش مستجوبك، بس انت بتحوري عليا ومش عارفه تكدبي كمان. انا عايزه اروح يا عم. مين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ ولو قلت لك اني مش عايزه اجاوب دلوقتي؟ انا بقى عايز اعرف دلوقتي. اللي بيحصل ده كله مش طبيعي، فلازم افهمه دلوقتي. مين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ عمر من فضلك. في حد تاني في حياتك؟ في حد في حياتك؟ في كانسر. شفت ان عندي لوكيميا يا عمر. واللي بيكلمني ده غالبا عمي عشان يقول لي ان نتيجة العينة طلعت عشان يستعجلني ابتدي العلاج. مش عارفه اقول لك ايه. مش عارفه المفروض نفرح بالفرح ده ولا بقى بفكر اصلا لا ينفع اتجوز واخلف قدام ولا مش عارفه. متلخبطه يا عمر ومش عارفه. ومش عايزه اصعب عليك ومش عايزه اشيلك همي. رسالة بسرعة، فرق الورقة على ما تيجي. لا استنوني استنوني. ما تأخريش يلا. اوعي تديني الشايب، أنا بقول لك أهو. بختك بقى. أنا ما تأخرتش عليكوا صح؟ لا يا حبيبتي ما تأخرتيش، تعالي. أختك ناوية تنتقم شر انتقام للخسارة بتاعت الأسبوع اللي فات. الله لبعدك. اوعي تديني الشايب، أنا بقول لك أهو. احنا هنتخانق بعدين عشان انت ما قلتليش من الاول اصلا. دلوقتي خلينا نشوف نعمل ايه لما نروح عند عمك سوا. مفيش يا امينه، كل حاجه هتعدي على خير ان شاء الله. بحبك. وانا كمان. وانا كمان. لا 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 مش لاعب. احنا ابتدينا. ما هخسر. طب استنى. يا جماعه لو سمحت اللي هيكسب ما يعملش احكام سخيفه على الغلبان اللي هيخسر. أيوة. بسم الله ما شاء الله. خذوا الحكمه من افواه المجانين. بصي يا حبيبتي انت بالذات ان شاء الله لما تخسري المفروض ما نحكمش عليكي اي حكم يضر باقي سكان العماره. قصدك ايه بقى يا زوزو؟ قصدها يا حبيبتي انه من الظلم ان احنا نقعد ناكل في اطباق ومعالق مش نظيفه طول الاسبوع. على فكره بقى انا غسيل في ورق. لا 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 سارة لا 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 ارحمينا صوتك وحش قوي. لا استنى الكوبليه تاني. انت برضه قولي بس تاني. هو مش غرق بطلي. بص في ورق انا بتبص المفروض بتدور. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟